إذن مشاهدينا، رفعت جلسة الحكم على عوض الله والحسن بن زيد بعد الحكم عليهما. بداية الحكم على باسم عوض الله بالأشغال المؤقتة 15 سنة بالتهمة الأولى و15 سنة أخرى بالتهمة الثانية، وأيضا الحكم بالحبس على حسن بن زيد 15 سنة وإدانة باسم عوض الله بالاشتراك والتحريض ضد نظام الحكم. إدانة إذن المتهمين باسم عوض الله وحسن بن زيد بتهمة الاشتراك والتحريض ضد نظام الحكم ب 15 عاما في التهمة الأولى و 15 عاما بالتهمة الثانية، بما مجموع 30 عاما. طبعا الأحكام على باسم عوض الله وحسن بن زيد أتت من المحكمة، محكمة أمن الدولة الأردنية. نعم، الأشغال المؤقتة هي الحكم على باسم عوض الله. المتهمان حاولا تنفيذ أفكارهما المناهضة للدولة بإحداث الفوضى، طبعا دائما بحسب محكمة أمن الدولة الأردنية. و المتهمان في قضية الفتنة يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك. إذن الحكم على باسم عوض الله بفترتي سجن 15 عاما بعد إدانته. طبعا الحكم على باسم عوض الله وحسن بن زيد 15 عاما ويحق لهما التمييز بحسب مراسل الحدث. إذن محكمة أمن الدولة الأردنية اعتبرت أن المتهمين في قضية الفتنة حاولا نشر الفوضى والتحريض على الملك، وأنهما حاولا تنفيذ أفكارهما المناهضة للدولة بأحداث الفوضى. وأن المتهمان في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة. وبحسب مراسل الحدث، الدفاع في قضية الفتنة بالأردن سيلجأ لمحكمة التمييز حال الإدانة، بعد الإدانة. إذن إصدار الحكم والأحكام على باسم عوض الله وحسن بن زيد بحسب مراسل الحدث، الأحكام علي المتهمين قابلة للتمييز. وبحسب محكمة أمن الدولة الأردنية، المتهمين في قضية الفتنة حاولا نشر الفوضى والتحريض. عوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة. واعتبرت أنه لم يتم الإفراج عنهما بسبب دورهما في القضية. إذن الحكم على باسم عوض الله وحسن بن زيد المتهمين الأساسيين في القضية، قضية الفتنة. وبحسب مراسل الحدث، الأحكام قابلة للتمييز. الحكم على باسم عوض الله بفترتي سجن 15 عاما بعد إدانتهما، وتمت الإدانة بحسب محكمة أمن الدولة الأردنية بتهمة زعزعة واستقرار المجتمع. وطبعا المحكمة حكمت بالسجن أيضا
لسنة وغرامة 1000 دينار للشريف حسن بن زيد في تهمة تعاطي المخدرات. بحسب محكمة أمن الدولة الأردنية، المتهم الأول باسم عوض الله قام بالتحريض على الملك، وأن المتهمان في قضية الفتنة يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك. إذا مشاهدينا، صدر الحكم من محكمة أمن الدولة الأردنية على المتهمين في قضية الفتنة، رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالحبس لمدة 15 عاما لكل منهما قابلة للتمييز. وكان القاضي اعتبر أنه المتهمان يرتبطان بعلاقة منذ فترة طويلة ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك، وأنهما حاولا تنفيذ أفكارهما المناهضة للدولة بإحداث الفوضى والتحريض على الملك، واستغل الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للتحريض على الحكم. كما أنه المتهم الأول باسم عوض الله وفقا للقاضي استغل المناصب التي كان يشغلها لبناء شبكة علاقات خارجية وداخلية، استغلها في مشروعه ضد الحكم. وفي جلسة علنية بعكس الجلسات الستة الماضية، ستصدر محكمة أمن الدولة قرارها في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بقضية الفتنة. عوض الله زعم أنه تعرض للتعذيب في مقر احتجازه في الأردن، وقال أنه بات يخشى على حياته حسب ما أفاد محاميه الأمريكي. من جهته، نفى مكتب المدعي العام لمحكمة أمن الدولة مزاعم بأن المحاكمة كانت غير عادلة، وقال في بيان أن عوض الله نال محاكمة عادلة بما يتسق والقانون الأردني، وأضاف لم يتعرض لأي إساءة من أي نوع، وزعمه التعرض لتعذيب من أي نوع كان غير صحيح. وفي الملف الإيراني، أعلنت روسيا انتهاء 90% من عملية إحياء الاتفاق النووي الإيراني. ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف أوضح في تصريحات لوكالة سبوتنيك أن محادثات فيينا ستستأنف بعد 10 أيام أو أكثر، وأشار طبعا إلى وجود تفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بالتزامات الولايات المتحدة. أوليانوف توقع أن ترفع العقوبات عن إيران، ومن بينها التي فرضت على القطاع النفطي بحلول أغسطس المقبل في حال التوصل لاتفاق. واعتبر الدبلوماسي الروسي أن خطة إيران لإنتاج معدن اليورانيوم جاءت نتيجة للضغط الأمريكي. قال الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للبرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشا في تصريحات نقلها موقع اعتماد أونلاين إن المنافس الاستخباراتي والأمني لإيران هو جهاز الموساد الإسرائيلي وكل العمليات الأمنية ضد طهران من تنفيذه، وأن إيران لم ترد على الهجمات التي يقوم بها الموساد على أراضيها. وأكد البرلماني السابق أن الأعمال الموازية وانقسام الأعمال الاستخباراتية أضعف الأجهزة الأمنية وأدى لخلافات. وقال وزير الاستخبارات الإيراني السابق أن نفوذ الموساد في البلاد وصل إلى مستوى جعل المسؤولين الإيرانيين يشعرون بالقلق على حياتهم. تختتم اليوم في ألبانيا فعاليات المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية الذي شاركت به شخصيات سياسية دولية عبر الإنترنت، أبرزها وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو. وسيناقش المؤتمر في يومه الثالث والأخير عددا من المواضيع، من بينها أزمة بقاء النظام الإيراني في السلطة، إضافة إلى خطورة سياساته الخارجية ونهجه القمعي. منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة كانت افتتحت مؤتمرها السنوي العام بتوجيه انتقادات حادة للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي.
في انتقاد مباشر للهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة على القوات والمصالح الأمريكية في العراق. قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن قصف مطار أربيل مؤخرا أدى إلى مضاعفة عدد القوات الأمريكية بدلا من حملها على الانسحاب. الصدر أشار إلى وجود ما أسماه بالمستفيدين من وجود القوات الأمريكية والتحالف في العراق، والتي وصل عدد أفرادها إلى 4000 جندي بعد هجوم مطار أربيل. وأضاف زعيم التيار الصدري أن المستفيدين سيصبحون صفرا من دون ما يدعون أنها مقاومة. والله قصفهم مال أربيل وما أربيل شنو صار؟ أضاف الاحتلال 4000 جندي بدال ما كان يريد شنو؟ ينسحب. فعليه هناك مستفيد من وجود الاحتلال، إذا طلع بعد لقمتهم تروح. أكو لقمتهم بالسياسة لأنه هم صفر بلا سياسة. أكو لقمتهم بالمقاومة لأنه شنو؟ هم صفر بلا مقاومة. هذا إذا هي كانت مقاومة فعلية أصلاً. وأوضح الصدر أن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في العراق في ترد منذ عام 2003 بالرغم من تعاقب الحكومات ومجالس النواب، مرجعا ذلك إلى السياسة التبعية التي تمارسها القوى السياسية. من 2003 إلى 2021 يعني ما يقارب راح يصير 20 سنة 18 سنة. شنو صار؟ ما النتيجة؟ برلمانات، نواب، وحكومة، وزراء، ورؤساء. شنو النتيجة؟ أنا أقول لك: فقر، جوع، خوف، نقص خدمات، صراعات، تسقيط. بعد شنو؟ لا ماء، لا كهرباء، لا صناعة، لا صحة، لا تعليم، لا نفط، لا حدود، لا وطن، لا سيادة، بس تبعية. أحكيها بكل صراحة، بس تبعية. أكد الرئيس العراقي برهم صالح في بيان ضرورة حفظ استقرار وسلامة البلاد، وشدد صالح على أهمية توفير الأمن وحماية المواطنين ورفض ما يزعزع استقرار العراق. ودعا الرئيس العراقي القوات الأمنية لمنع الأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط إمداد الطاقة بعد عدة هجمات وتفجيرات تعرضت لها أبراج نقل الكهرباء. من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عزم الحكومة على تلبية كل احتياجات المفوضية العليا للانتخابات بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويحقق المشاركة الواسعة فيها. وخلال استقباله لرئيس المفوضية وأعضاء مجلس المفوضين، أشاد الكاظمي بعمل المفوضية واستعداداتها وجهودها لإجراء الانتخابات، مؤكدا أن الأجهزة الحكومية تلقت توجيهات بتقديم كل أشكال الدعم والإسناد للمفوضية وتسهيل الإجراءات المطلوبة التي تضمن إقامة الانتخابات في موعدها. قال الصحفي والناشط السياسي العراقي علي المقدامل في مقابلة مع الحدث إنه تعرض للتعذيب على يد خاطفيه، موضحا أنه يجهل ما حصل له خلال فترة الاعتقال بسبب شدة التعذيب. الاختطاف تم يوم أمس الجمعة مساء الجمعة، وبعدها أغمى علي بسبب التعذيب. وشنو اللي حصل بعدها يعني خصوصا في فترة التحقيق، هذه الفترة اللي أنا كنت فيها بوعي، لكن بعدها أغمى علي بسبب التعذيب، وبهذه الفترة أجهل شنو اللي حصل، وكنت مخدر بالكامل. أعاني بصعوبة بالتنفس الآن. شح دكتور باري هذا كمل الكلام. عمر، ألو سمعت عمر؟ ما أقدر أكمل. قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ميليشيات الحوثي الانقلابية بنت علاقة وثيقة مع التنظيمات الإرهابية. الإرياني وصف ادعاءات الميليشيات حول اصطفاف التنظيمات الإرهابية بجانب قوات الشرعية في معارك محافظة البيضاء بالفبركات والأكاذيب، واعتبرها محاولة بائسة لتغطية على تنسيقها الميداني مع تنظيمي داعش
والقاعدة برعاية إيرانية منذ بداية الانقلاب على الشرعية. وأكد الإيراني أن ميليشيات الحوثي أفرجت عن 252 إرهابيا من سجون جهازي الأمنين السياسي والقومي، كما وفرت ملاذا آمنا لأفراد التنظيمات الإرهابية ومكنتهم من تحصين مواقعهم في عمق مناطق سيطرتها، ولم تدخل معهم في أي مواجهات، إضافة إلى تنسيقها العمليات القتالية مع داعش والقاعدة لمواجهة قوات الشرعية وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي وخطوط الملاحة. أعلن الجيش اليمني تحرير مديرية الصومعة بالكامل في محافظة البيضاء وانتقال المعارك إلى مديريتها. وقال محافظ البيضاء إن المعارك انتقلت إلى منطقة تبعد عن مركز المحافظة 6 كيلومترات. عشرون من القيادات العسكرية لميليشيات الحوثي قتلوا خلال المواجهات في محافظة البيضاء بحسب اعترافات الميليشيات التي نعت وسائل إعلامها القتلى، ومن بينهم قائد ما تسمى بوحدات التدخل السريع في البيضاء. يأتي هذا فيما أفادت مصادر محلية بوصول أكثر من 100 جثة من قتلى الحوثيين في البيضاء إلى مستشفيات محافظة ذمار المجاورة تمهيداً لنقلها إلى مناطق سيطرة الميليشيات. ميدانياً وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة من لواء الأماجد وألوية العمالقة إلى جبهة الحازمية بالتزامن مع احتدام المعارك وإسقاط مسيرة حوثية فوق الحازمية. وفي جبهتي الزاهر وذي ناعم جنوب غرب البيضاء دارت اشتباكات متقطعة وتبادل للقصف المدفعية، كما شنت المقاومة مسنودة بقوات الجيش هجوماً على مواقع استحدثتها الميليشيات بالزاهر. في العاصمة أفادت مصادر بأن زعيم الحوثيين وجه بحشد المزيد من المقاتلين ترغيباً وترهيباً من محافظات ذمار وإب لإرسالهم إلى جبهات القتال في البيضاء بهدف منع سقوطها تحت سيطرة الجيش والمقاومة، إلى جانب تحذير شيوخ قبائل البيضاء في مناطق سيطرة الانقلابيين من مساندة الجيش مع وعود بمنحهم أموالاً وأسلحة. ختام النشرة، إلى اللقاء. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة. تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سألوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. الحكم على عوض الله والحسن بن زيد بالسجن 15 عاما لكل منهما في قضية الفتنة.
أضاف الاحتلال 4000 جندي بدال ما كان يريد شنو ينسحب. الصدر ينتقد استهداف مطار إربيل ويؤكد أن الهجمات ضاعفت عدد القوات الأجنبية بدلاً من حملها على الانسحاب. روسيا ترجح استئناف المفاوضات مع إيران خلال أيام وتؤكد انتهاء 90% من تفاصيل العودة للاتفاق النووي. وزير المياه والبيئة اليمني يدعو إلى تضافر الجهود لمنع كارثة وشيكة بسبب خزان صافر نفطي. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية. صدر الحكم من محكمة أمن الدولة الأردنية على المتهمين في قضية الفتنة رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالحبس لمدة 15 عاما لكل منهما قابلة للتمييز. وكان القاضي قال إنهما يرتبطان بعلاقة منذ فترة طويلة ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك، وأنهما حاولا تنفيذ أفكارهما المناهضة للدولة بإحداث الفوضى والتحريض على الملك، واستغلا الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للتحريض على الحكم. كما أن المتهم الأول باسم عوض الله وفقا للقاضي استغل المناصب التي كان يشغلها لبناء شبكة علاقات خارجية وداخلية استغلها في مشروعه ضد الحكم. وفي جلسة علنية بعكس الجلسات الستة الماضية أصدرت محكمة أمن الدولة قرارها في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بقضية الفتنة. إذن ينضم إلينا من عمان مراسل الحدث عمار الهندي. أهلا بك عمار معنا في هذه النشرة. إذن الأحكام صدرت وقرار القاضي قابل للتمييز كما تابعنا، بالتالي ما الذي نتوقعه عمار؟ الجميع الآن ينتظر أن تقوم هيئات الدفاع بالطعن في هذا الحكم الذي أصدره قاضي محكمة أمن الدولة في حق باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق والشريف حسن بن زيد 15 عاما والأشغال الشاقة المؤقتة، الطعن فيه أمام محكمة التمييز. محكمة التمييز هي أعلى سلطة قضائية في الأردن، لا تصدر الأحكام وإنما تفصل بالأحكام، بمعنى بعد هذا الحكم هيئات الدفاع ستذهب إلى محكمة التمييز وتطلب الطعن في هذا الحكم. محكمة التمييز ستدرس هذا القرار ومن ثم ستصدر حكمها، إما أن تصادق عليه، تصادق على هذا القرار وتقول محكمة أمن الدولة أصدرت القرار الصحيح والمناسب، وإما أن ترد القرار. إذا ردت القرار سيعود قرار الحكم إلى محكمة أمن الدولة وستدرس محكمة أمن الدولة قرارها من جديد وتصدر حكما جديدا في هذه القضية.
القاضي محكمة أمن الدولة كان سرد قرار حكم طويل جدا استمر تقريبا لنصف ساعة وهو يتلو قرار الحكم، وكان أوضح بالتفاصيل كل مجريات هذه القضية وما حدث فيها وكيف كانت هذه القضية من بدايتها قانونية، بمعنى أن الأجهزة الأمنية حينما استشعرت بأن هنالك مؤامرة تحاك وأن هنالك مخطط يستهدف الأردن من باسم عوض الله والشريف حسن بن زايد، قاموا بتقديم طلب رسمي لمحكمة أمن الدولة في الشهر الثالث من العام 2021 لمراقبة وسائل التواصل والهواتف الخاصة بالمتهمين، وقامت محكمة أمن الدولة بالموافقة على هذا الطلب، وقاموا بعدها بمراقبته، وأن لديهم فيديوهات ورسائل نصية ورسائل صوتية تثبت تورط المتهمين في هذه القضايا، في هذه التهم التي أدينوا فيها. قاضي محكمة أمن الدولة أيضا أكد بأن بالنسبة للمتهم الأول في القضية باسم عوض الله بأنه كان استغل المناصب التي شغلها في الأردن، نحن نتحدث عن رجل كان يعني رئيسا لديوان الملكي سابقا وكان وزيرا للتخطيط وكان منخرطا جدا في الملف الاقتصادي في الأردن. قاضي محكمة أمن الدولة أكد بأنه استغل هذه المناصب التي شغلها في الأردن لبناء شبكة علاقات واسعة في داخل الأردن وخارجه للانتظار والتمهيد لهذه المرحلة، هذه الخطة التي أسماها قاضي محكمة أمن الدولة بالخطة الإجرامية التي تستهدف ضرب استقرار الأردن وتغيير نظام الحكم فيه، وأكد بأن باسم عوض الله قام بالتحريض على العاهل الأردني بشكل مباشر، وأن الشريف حسن بن زايد كان يناصره ويخطط معه لتطبيق هذه الخطة، والانتظار الوقت المناسب لتطبيقها كان القرار الحكم طويل جدا وفيه كل التفاصيل في هذه القضية التي سردها قاضي المحكمة. هنالك حتى هذه اللحظة لم نرصد ردود أفعال الناس على التواصل الاجتماعي، ولكن الجميع ريتا مهتم بهذه القضية ومهتم بالحكم. نعم نعم عمار، طيب بانتظار الطعن والخطوة القضائية التالية، ما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها قانونيا إن كان فيما خص المتهمين أو حتى هذه القضية وتقديم المحامين الطعون القانونية؟ هنالك تهمة واجهها الشريف حسن بن زايد وهي تعاطي المواد المخدرة، اعترف بها أمام محكمة أمن الدولة وبالتالي لا طعن فيها في حكمها، ولكن الطعن من هيئات الدفاع سيكون أمام محكمة التمييز. الآن هيئات الدفاع ستذهب إلى محكمة التمييز، ستطعن بحكم محكمة أمن الدولة، محكمة التمييز ستقبل هذا الطعن، ستقوم بدراسة هذه القضية والحكم الذي صدر فيها، وستقوم بإصدار حكمها، إما أن تصادق عليه، وإذا صادقت محكمة التمييز بالمناسبة ريتا يصبح القرار نافذ وعليه أن يطبق. إذا ردت محكمة التمييز أعلى سلطة قضائية في الأردن حكم محكمة أمن الدولة، تعيد محكمة أمن الدولة النظر بهذا القرار. كنت سمعت أنا هيئات الدفاع حينما طلب منها القاضي أن تتحدث قالوا نطلب الرحمة والاسترحام في الأحكام بحق المتهمين. نعم ريتا، أشكرك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من عمان مراسل الحدث عمار الهندي. في انتقاد مباشر للهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة على القوات والمصالح الأمريكية في العراق، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن قصف مطار أربيل مؤخراً أدى إلى مضاعفة عدد القوات الأمريكية بدلاً من حملها على الانسحاب. الصدر أشار إلى وجود ما أسماهم بالمستفيدين من وجود القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق، والتي وصل عدد أفرادها إلى 4000 جندي بعد هجوم مطار أربيل. وأضاف زعيم التيار الصدري أن المستفيدين سيصبحون صفراً من دون ما يدعون أنها مقاومة. في الملف الإيراني، أعلنت روسيا انتهاء 90% من عملية إحياء الاتفاق النووي الإيراني. ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف أوضح في تصريحات لوكالة سبوتنيك أن محادثات فيينا ستستأنف بعد 10 أيام أو أكثر، وأشار إلى وجود بعض التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بالتزامات الولايات المتحدة. أوليانوف توقع أن ترفع العقوبات عن إيران، ومن بينها التي فرضت على القطاع النفطي بحلول أغسطس المقبل في حال التوصل لاتفاق. واعتبر الدبلوماسي الروسي أن خطط إيران لإنتاج معدن اليورانيوم جاءت نتيجة للضغط الأمريكي.
دعا وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي إلى تضافر الجهود الإقليمية والعربية والدولية لمنع كارثة بيئية وإنسانية وشيكة بسبب خزان صافر. الشرجبي طالب بدعم قدرات اليمن لمواجهة المخاطر المحتملة للانسكابات النفطية في شواطئه، وأكد أن الخزان معرض للانفجار بسبب التقادم وتوقف صيانته منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية وتهالك المنشأة والأنابيب والمعدات، ما سيتسبب في تسرب الغاز الخامل والنفط الخام في ظل توقف منظومة مكافحة الحريق. قالت وزيرة خارجية السودان مريم المهدي أن روسيا تستطيع إقناع أثيوبيا بحل يحفظ مصالح السودان ومصر في ملف سد النهضة، وأضافت أن مجلس السيادة والحكومة السودانية سينظران في المصادقة على اتفاقية إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان. هذا وشدد نائب رئيس الجهاز الفني بوزارة الري حسن أبو البشر على أهمية الاتفاق حول تشغيل وملء سد النهضة، مجددا التأكيد في الوقت ذاته على أن فوائد السد الكبيرة ستتحول إلى أضرار ومخاوف كبيرة تطال جميع المناطق التي تستفيد من مياه نهر النيل في حال عدم التوصل لاتفاق مع أثيوبيا ومصر. وحقيقة هذه الوزارة الأيام دي مهتمة جدا بالموضوع بتاع سد النهضة. هذا السد اللي بتفتكر وزارة الري والموارد المائية، على الرغم من الفوائد اللي ممكن تكون فيه وممكن تتقلب لمساوئ كبيرة جدا دون الوصول لاتفاق قانوني ملزم. القضية دي بنعبر عنها ان احنا في الجهاز الفني للموارد المائية بصورة واضحة، بحيث انه لابد للسودان حقيقة من الوصول لاتفاق قانوني ملزم مع اخواننا في اثيوبيا بخصوص تشغيل وادارة سد النهضة. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. الحكم على عوض الله والحسن بن زيد بالسجن 15 عاما لكل منهما في قضية الفتنة. الصدر ينتقد استهداف مطار إربيل ويؤكد أن الهجمات ضاعفت عدد القوات الأجنبية بدلا من حملها على الانسحاب. روسيا ترجح استئناف المفاوضات مع إيران خلال أيام وتؤكد انتهاء 90% من تفاصيل العودة للاتفاق النووي. وزير المياه والبيئة اليمني يدعو إلى تضافر الجهود لمنع كارثة وشيكة بسبب خزان صافر النفطي. ختام النشرة، إلى اللقاء. على مدار الساعة صراعات وتحالفات، شعوب وحكومات، خطوط تغيرت، أسرار كشفت وعناوين برزت، أحداث متسارعة تدفعنا للبحث عن تفاصيلها. عند لحظة حدوثها هي الواقع الذي نعيشه. فدمع تعقارب الساعة تتسابق، نحن وأنتم معها مستمرون وملتزمون بنقل الخبر وكل ما يدور من حوله. عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج. نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة، من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك، حتى تقوم بالقرار السليم عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. We'll be right back.
الحكم على عوض الله والحسن بن زيد بالسجن 15 عاما لكل منهما في قضية الفتنة. أضاف الاحتلال 4000 جندي بدال ما كان يريد شنو ينسحب. الصدر ينتقد استهداف مطار أربيل ويؤكد أن الهجمات ضاعفت عدد القوات الأجنبية بدلا من حملها على الانسحاب. روسيا ترجح استئناف المفاوضات مع إيران خلال أيام وتؤكد انتهاء 90% من تفاصيل العودة للاتفاق النووي. وزير المياه والبيئة اليمني يدعو إلى تضافر الجهود لمنع كارثة وشيكة بسبب خزان صافر نفطي. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية التي نبدأها من الأردن، حيث صدر الحكم من محكمة أمن الدولة الأردنية على المتهمين في قضية الفتنة. رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالحبس لمدة 15 عاما لكل منهما قابلة للتمييز. وكان القاضي قال إنهما يرتبطان بعلاقة منذ فترة طويلة ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك، وأنهما حاولا تنفيذ أفكارهما المناهضة للدولة بأحداث الفوضى والتحريض على الملك، واستغلا الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للتحريض على الحكم. كما أن المتهم الأول باسم عوض الله ووفقا للقاضي استغل المناصب التي كان يشغلها لبناء شبكة علاقات خارجية وداخلية، استغلها في مشروعه ضد الحكم. وفي جلسة علنية بعكس الجلسات الستة الماضية ستصدر محكمة أو أصدرت محكمة أمن الدولة قرارها في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بقضية الفتنة. في انتقاد مباشر للهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة على القوات والمصالح الأمريكية في العراق، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن قصف مطار أربيل مؤخرا أدى إلى مضاعفة عدد القوات الأمريكية بدلا من حملها على الانسحاب. الصدر أشار إلى وجود من أسماهم بالمستفيدين من وجود القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق، والتي وصل عدد أفرادها إلى 4000 جندي بعد هجوم مطار أربيل. وأضاف زعيم التيار الصدري أن المستفيدين سيصبحون صفرا من دون ما يدعون أنها مقاومة. من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عزم الحكومة على تلبية كل احتياجات المفوضية العليا للانتخابات بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويحقق المشاركة الواسعة فيها. وخلال استقباله لرئيس المفوضية وأعضاء مجلس المفوضين، أشاد الكاظمي بعمل المفوضية واستعداداتها وجهودها لإجراء الانتخابات، مؤكدا أن الأجهزة الحكومية تلقت توجيهات بتقديم كل أشكال الدعم والإسناد للمفوضية وتسهيل الإجراءات المطلوبة التي تضمن إقامة الانتخابات في موعدها. في الملف الإيراني، أعلنت روسيا انتهاء 90% من عملية إحياء الاتفاق النووي الإيراني. ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف أوضح في تصريحات لوكالة سبوتنيك أن محادثات فيينا ستستأنف بعد 10 أيام أو أكثر، وأشار إلى وجود بعض التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بالتزامات الولايات المتحدة. أوليانوف توقع أن ترفع العقوبات عن إيران، ومن بينها التي فرضت على القطاع النفطي بحلول أغسطس المقبل في حال التوصل لاتفاق. واعتبر الدبلوماسي الروسي أن خطط إيران لإنتاج معدن اليورانيوم جاءت نتيجة للضغط الأمريكي. قال الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للبرلمان الإيراني حشمة الله فلاح تبيشا في تصريحات نقلها موقع اعتماد أونلاين أن المنافس الاستخباراتي والأمني لإيران هو جهاز الموساد الإسرائيلي وكل العمليات الأمنية ضد طهران من تنفيذه، وأن إيران لم ترد على الهجمات التي يقوم بها الموساد على أراضيها. وأكد البرلماني السابق أن الأعمال الموازية وانقسام الأعمال الاستخباراتية أضعف الأجهزة الأمنية وأدى لخلافات. وقال وزير الاستخبارات الإيراني السابق إن نفوذ الموساد في البلاد وصل إلى مستوى جعل المسؤولين الإيرانيين يشعرون بالقلق على حياتهم.
تختتم اليوم في ألبانيا فعاليات المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية التي شاركت به شخصيات سياسية دولية عبر الإنترنت، أبرزها وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو. وسيناقش المؤتمر في يومه الثالث والأخير عددا من المواضيع، من بينها أزمة بقاء النظام الإيراني في السلطة، إضافة إلى خطورة سياساته الخارجية ونهجه القمعي. منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة كانت افتتحت مؤتمرها السنوي العام بتوجيه انتقادات حادة للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي. دعا وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي إلى تضافر الجهود الإقليمية والعربية والدولية لمنع كارثة بيئية وإنسانية وشيكة بسبب خزان صافر. الشرجبي طالب بدعم قدرات اليمن لمواجهة المخاطر المحتملة للانسكابات النفطية في شواطئه، وأكد أن الخزان معرض للانفجار بسبب التقادم وتوقف صيانته منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية وتهالك المنشأة والأنابيب والمعدات، ما سيتسبب في تسرب الغاز الخامل والنفط الخام في ظل توقف منظومة مكافحة الحريق. قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ميليشيات الحوثي الانقلابية بنت علاقة وثيقة مع التنظيمات الإرهابية. الإرياني وصف ادعاءات الميليشيات حول اصطفاف التنظيمات الإرهابية بجانب قوات الشرعية في معارك محافظة البيضاء بالفبركات والأكاذيب، واعتبرها محاولة بائسة للتغطية على تنسيقها الميداني مع تنظيم داعش والقاعدة برعاية إيرانية منذ بداية الانقلاب على الشرعية. وأكد الإرياني أن ميليشيات الحوثي أفرجت عن 252 إرهابيا من سجون جهازي الأمنين السياسي والقومي، كما وفرت ملاذا آمنا لأفراد التنظيمات الإرهابية ومكنتهم من تحصين مواقعهم في عمق مناطق سيطرتها، ولم تدخل معهم في أي مواجهات، إضافة إلى تنسيقها العمليات القتالية مع داعش والقاعدة لمواجهة قوات الشرعية وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي وخطوط الملاحة. أعلن الجيش اليمني تحرير مديرية الصومعة بالكامل في محافظة البيضاء وانتقال المعارك إلى مديريتها. وقال محافظ البيضاء إن المعارك انتقلت إلى منطقة تبعد عن مركز المحافظة 6 كيلومترات. قالت وزيرة خارجية السودان مريم المهدي إن روسيا تستطيع إقناع أثيوبيا بحل يحفظ مصالح السودان ومصر في ملف سد النهضة. وأضافت أن مجلس السيادة والحكومة السودانية سينظران في المصادقة على اتفاقية إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان. هذا وشدد نائب رئيس الجهاز الفني بوزارة الري حسن أبو البشر على أهمية الاتفاق حول تشغيل وملء سد النهضة، مجددا التأكيد في الوقت ذاته على أن فوائد السد الكبيرة ستتحول إلى أضرار ومخاوف كبيرة تطال جميع المناطق التي تستفيد من مياه نهر النيل في حال عدم التوصل لاتفاق مع أثيوبيا ومصر. وحقيقة هذه الوزارة الأيام دي مهتمة جدا بالموضوع بتاع سد النهضة. هذا السد تفتكر وزارة الري والموارد المائية على الرغم من الفوائد اللي ممكن تكون فيه وممكن تتقلب لمساوئ كبيرة جدا دون الوصول لاتفاق قانوني ملزم. القضية دي بنعبر عنها نحن في الجهاز الفني للموارد المائية بصورة واضحة، بحيث انه لابد للسودان حقيقة من الوصول لاتفاق قانوني ملزم مع اخواننا في اثيوبيا بخصوص تشغيل وادارة سد النهضة. أفادت وسائل إعلامية سودانية بوصول وزير الداخلية إلى مدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر شرقي البلاد على رأس وفد حكومي
يضم قيادات أمنية رفيعة إضافة إلى وزيري النقل والصحة والنائب العام، وذلك بتكليف من رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في أعقاب حدوث اشتباكات أسفرت عن قطع الطريق الرابط بين الولاية والعاصمة الخرطوم. وأكد حمدوك ضرورة بسط الأمن على الأرض واعتقال كل من يثبت تورطه في أحداث العنف، كما كلف الوفد الرسمي بالدخول في مباحثات مع قيادات الولاية السياسية والأمنية لإحاطة التطورات بكافة أبعادها. وأشار وزير الداخلية إلى استعداد القوات الأمنية لبسط الأمن في البحر الأحمر وجنوب كردفان، مؤكدا توجه قوات مشتركة إلى الولايتين لهذه الغاية. يعقد مجلس النواب الليبي اليوم جلسة رسمية يبحث خلالها قانون الموازنة العامة للدولة بعد تأجيل حسمها في الجلسات الماضية. كما يبحث المجلس خلال الجلسة القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة وملف المناصب السيادية. يشار إلى أن المجلس كان علق جلسته الأسبوع الماضي مع استمرار الخلاف حول تمرير الميزانية ومطالبة الحكومة بتعديلات جوهرية على بنودها قبل اعتمادها. وفي ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. الحكم على عوض الله والحسن بن زيد بالسجن 15 عاما لكل منهما في قضية الفتنة. أضاف الاحتلال 4000 جندي بدال ما كان يريد شنو ينسحب. الصدر ينتقد استهداف مطار إربيل ويؤكد أن الهجمات ضاعفت عدد القوات الأجنبية بدلا من حملها على الانسحاب. روسيا ترجح استئناف المفاوضات مع إيران خلال أيام وتؤكد انتهاء 90% من تفاصيل العودة للاتفاق النووي. وزير المياه والبيئة اليمني يدعو إلى تضافر الجهود لمنع كارثة وشيكة بسبب خزان صافر النفطي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ندعوكم لمتابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها. إلى اللقاء. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد. لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حافل كسابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك، حاضرك، مستقبلك. قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعدا في كل يوم. عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج. نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة. من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم، عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث.
الحكم على عوض الله والحسن بن زيد بالسجن 15 عاما لكل منهما في قضية الفتنة. أضاف الاحتلال 4000 جندي بدال ما كان يريد شنو ينسحب. الصدر ينتقد استهداف مطار إربيل ويؤكد أن الهجمات ضاعفت عدد القوات الأجنبية بدلا من حملها على الانسحاب. روسيا ترجح استئناف المفاوضات مع إيران خلال أيام وتؤكد انتهاء 90% من تفاصيل العودة للاتفاق النووي. وزير المياه والبيئة اليمني يدعو إلى تضافر الجهود لمنع كارثة وشيكة بسبب خزان صافر النفطي. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية. صدر الحكم من محكمة أمن الدولة الأردنية على المتهمين في قضية الفتنة رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالحبس لمدة 15 عاما لكل منهما قابلة للتمييز. وكان القاضي قال إنهما يرتبطان بعلاقة منذ فترة طويلة ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك، وأنهما حاولا تنفيذ أفكارهما المناهضة للدولة بإحداث الفوضى والتحريض على الملك، واستغلا الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للتحريض على الحكم. كما أن المتهم الأول باسم عوض الله وفقا للقاضي استغل المناصب التي كان يشغلها لبناء شبكة علاقات خارجية وداخلية استغلها في مشروعه ضد الحكم. وفي جلسة علنية بعكس الجلسات الستة الماضية أصدرت محكمة أمن الدولة قرارها في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بقضية الفتنة. إذن ينضم إلينا من عمان مراسل الحدث عمار الهندي. أهلا بك عمار معنا في هذه النشرة. إذن الأحكام صدرت وقرار القاضي قابل للتمييز كما تابعنا، بالتالي ما الذي نتوقعه عمار؟ الجميع الآن ينتظر أن تقوم هيئات الدفاع بالطعن في هذا الحكم الذي أصدره قاضي محكمة أمن الدولة في حق باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق والشريف حسن بن زيد 15 عاما والأشغال الشاقة المؤقتة، الطعن فيه أمام محكمة التمييز. محكمة التمييز هي أعلى سلطة قضائية في الأردن، لا تصدر الأحكام وإنما تفصل بالأحكام، بمعنى بعد هذا الحكم هيئات الدفاع ستذهب إلى محكمة التمييز وتطلب الطعن في هذا الحكم. محكمة التمييز ستدرس هذا القرار ومن ثم ستصدر حكمها، إما أن تصادق عليه، تصادق على هذا القرار وتقول محكمة أمن الدولة أصدرت القرار الصحيح والمناسب، وإما أن ترد القرار. إذا ردت القرار سيعود قرار الحكم إلى محكمة أمن الدولة وستدرس محكمة أمن الدولة قرارها من جديد وتصدر حكما جديدا في هذه القضية.
القاضي محكمة أمن الدولة كان سرد قرار حكم طويل جدا استمر تقريبا لنصف ساعة وهو يتلو قرار الحكم، وكان أوضح بالتفاصيل كل مجريات هذه القضية وما حدث فيها وكيف كانت هذه القضية من بدايتها قانونية، بمعنى أن الأجهزة الأمنية حينما استشعرت بأن هنالك مؤامرة تحاك وأن هنالك مخطط يستهدف الأردن من باسم عوض الله والشريف حسن بن زايد، قاموا بتقديم طلب رسمي لمحكمة أمن الدولة في الشهر الثالث من العام 2021 لمراقبة وسائل التواصل والهواتف الخاصة بالمتهمين، وقامت محكمة أمن الدولة بالموافقة على هذا الطلب، وقاموا بعدها بمراقبته، وأن لديهم فيديوهات ورسائل نصية ورسائل صوتية تثبت تورط المتهمين في هذه القضايا، في هذه التهم التي أدينوا فيها. قاضي محكمة أمن الدولة أيضا أكد بأن بالنسبة للمتهم الأول في القضية باسم عوض الله بأنه كان استغل المناصب التي شغلها في الأردن، نحن نتحدث عن رجل كان يعني رئيسا للديوان الملكي سابقا وكان وزيرا للتخطيط وكان منخرطا جدا في الملف الاقتصادي في الأردن. قاضي محكمة أمن الدولة أكد بأنه استغل هذه المناصب التي شغلها في الأردن لبناء شبكة علاقات واسعة في داخل الأردن وخارجه للانتظار والتمهيد لهذه المرحلة، هذه الخطة التي أسماها قاضي محكمة أمن الدولة بالخطة الإجرامية التي تستهدف ضرب استقرار الأردن وتغيير نظام الحكم فيه، وأكد بأن باسم عوض الله قام بالتحريض على العاهل الأردني بشكل مباشر، وأن الشريف حسن بن زايد كان يناصره ويخطط معه لتطبيق هذه الخطة، والانتظار الوقت المناسب لتطبيقها كان القرار الحكم طويل جدا وفيه كل التفاصيل في هذه القضية التي سردها قاضي المحكمة. هنالك حتى هذه اللحظة لم نرصد ردود أفعال الناس على التواصل الاجتماعي، ولكن الجميع ريتا مهتم بهذه القضية ومهتم بالحكم. نعم نعم عمار، طيب بانتظار الطعن والخطوة القضائية التالية، ما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها قانونيا إن كان فيما خص المتهمين أو حتى هذه القضية وتقديم المحامين الطعون القانونية؟ هنالك تهمة واجهها الشريف حسن بن زايد وهي تعاطي المواد المخدرة، اعترف بها أمام محكمة أمن الدولة وبالتالي لا طعن فيها في حكمها، ولكن الطعن من هيئات الدفاع سيكون أمام محكمة التمييز. الآن هيئات الدفاع ستذهب إلى محكمة التمييز، ستطعن بحكم محكمة أمن الدولة، محكمة التمييز ستقبل هذا الطعن، ستقوم بدراسة هذه القضية والحكم الذي صدر فيها، وستقوم بإصدار حكمها، إما أن تصادق عليه، وإذا صادقت محكمة التمييز بالمناسبة ريتا يصبح القرار نافذ وعليه أن يطبق. إذا ردت محكمة التمييز أعلى سلطة قضائية في الأردن حكم محكمة أمن الدولة، تعيد محكمة أمن الدولة النظر بهذا القرار. كنت سمعت أنا هيئات الدفاع حينما طلب منها القاضي أن تتحدث قالوا نطلب الرحمة والاسترحام في الأحكام بحق المتهمين. نعم ريتا، أشكرك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من عمان مراسل الحدث عمار الهندي. في انتقاد مباشر للهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة على القوات والمصالح الأمريكية في العراق، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن قصف مطار أربيل مؤخراً أدى إلى مضاعفة عدد القوات الأمريكية بدلاً من حملها على الانسحاب. الصدر أشار إلى وجود ما أسماهم بالمستفيدين من وجود القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق، والتي وصل عدد أفرادها إلى 4000 جندي بعد هجوم مطار أربيل. وأضاف زعيم التيار الصدري أن المستفيدين سيصبحون صفراً من دون ما يدعون أنها مقاومة. في الملف الإيراني، أعلنت روسيا انتهاء 90% من عملية إحياء الاتفاق النووي الإيراني. ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف أوضح في تصريحات لوكالة سبوتنيك أن محادثات فيينا ستستأنف بعد 10 أيام أو أكثر، وأشار إلى وجود بعض التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بالتزامات الولايات المتحدة. أوليانوف توقع أن ترفع العقوبات عن إيران، ومن بينها التي فرضت على القطاع النفطي بحلول أغسطس المقبل في حال التوصل لاتفاق. واعتبر الدبلوماسي الروسي أن خطط إيران لإنتاج معدن اليورانيوم جاءت نتيجة للضغط الأمريكي. تابعت
وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي إلى تضافر الجهود الإقليمية والعربية والدولية لمنع كارثة بيئية وإنسانية وشيكة بسبب خزان صافر. الشرجبي طالب بدعم قدرات اليمن لمواجهة المخاطر المحتملة للانسكابات النفطية في شواطئه، وأكد أن الخزان معرض للانفجار بسبب التقادم وتوقف صيانته منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية وتهالك المنشأة والأنابيب والمعدات، ما سيتسبب في تسرب الغاز الخامل والنفط الخام في ظل توقف منظومة مكافحة الحريق. قالت وزيرة خارجية السودان مريم المهدي أن روسيا تستطيع إقناع أثيوبيا بحل يحفظ مصالح السودان ومصر في ملف سد النهضة، وأضافت أن مجلس السيادة والحكومة السودانية سينظران في المصادقة على اتفاقية إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان. هذا وشدد نائب رئيس الجهاز الفني بوزارة الري حسن أبو البشر على أهمية الاتفاق حول تشغيل وملء سد النهضة مجددا التأكيد في الوقت ذاته على أن فوائد السد الكبيرة ستتحول إلى أضرار ومخاوف كبيرة تطال جميع المناطق التي تستفيد من مياه نهر النيل في حال عدم التوصل لاتفاق مع أثيوبيا ومصر. وحقيقة هذه الوزارة الأيام دي مهتمة جدا بالموضوع بتاع سد النهضة. هذا السد اللي تفتكر وزارة الري والموارد المائية على الرغم من الفوائد اللي ممكن تكون فيه ممكن تتقلب لمساوئ كبيرة جدا دون الوصول لاتفاق قانوني ملزم. القضية دي بنعبر عنها ان احنا في الجهاز الفني للموارد المائية بصورة واضحة، بحيث انه لابد للسودان حقيقة من الوصول لاتفاق قانوني ملزم مع اخواننا في اثيوبيا بخصوص تشغيل وادارة سد النهضة. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. الحكم على عوض الله والحسن بن زيد بالسجن 15 عاما لكل منهما في قضية الفتنة. الصدر ينتقد استهداف مطار إربيل ويؤكد أن الهجمات ضاعفت عدد القوات الأجنبية بدلا من حملها على الانسحاب. روسيا ترجح استئناف المفاوضات مع إيران خلال أيام وتؤكد انتهاء 90% من تفاصيل العودة للاتفاق النووي. وزير المياه والبيئة اليمني يدعو إلى تضافر الجهود لمنع كارثة وشيكة بسبب خزان صافر نفطي. ختام النشرة، إلى اللقاء.